اقول لك قلت لي دلفين غبي. طيب قلت لي غراب. عمي كفتة، هذا أحلى عصير لعيونك، ترى يعرف يقلد صوت البعير. أحد سألك؟ لا أسكت. سب عامر، هات العصير هنا. عامر رد على الجوال، شوف من اتصل. طيب هذا أبو سوسن. وهذا أزعجنا، رد عليه وخلص موضوعي معه. إيه وش يبي منك؟ مو شغلك، خليه يجي هنا في الاستراحة وتفاهم معه وأنا أكمل استجمامي. الو، لا انا ماني بكفتة، انا عامر مدير اعماله، عامرني. الحين كل هذا ابو سوسن؟ زبدة الموضوع، خويكم كفتة القصير اللي انتم مخبينه اخذ مني مبلغ سلف، يا تطلعونها يا بالعشرة هذه في رؤوسكم، أنا أدري إنه في وجيهكم. إيش يعني في وجيهكم؟ يا كثر نشتك أنت، ما هو بوقتك الحين. طيب الحين أنت أبو سوسن؟ إيه أبو سوسن. مع إنه مو باين عليك أبو سوسن، المفروض أبو عجرة، أبو ساطور. تستهبل علي أنت؟ لا 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 خلاص خلاص. طيب كم تطلب كفتة؟ 600 ريال. لا يا شيخ، مسوي زحمة والشارع فاضي وعضلات وجايب هارون كمارة وكنه. تعال أنت، وراك تضرب بدون كورة، ها؟ ورع أنت ورع. أنت استهبل علينا. لا 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 خلاص خلاص، والله لا أعطيك 600. الحين كل ذا الصجة ومسحب رجلينك لين داخل هنا عشان 600 ريال؟ أقول تبيع شبكة ولا كاش؟ لا 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 دقيقة، في مبلغ شيك بعشر آلاف ريال من غير رصيد من كفتة، يا تدفعونه يا والله لخطفة. أخطفة؟ أقول لك تدفع لخطفة كنت يا بطاقية. إذا حلوين غطينا المبلغ وزيادة. أبد، هذا واجبنا وسامحنا على القصور. بس في سؤال يا أبو سوسن. تفضل. العامل حقنا ليش ما أخذه؟ بخليه ينزل الأغراض وبرجعه. وعلى فكرة كلموا كفتة اللي أنتم خبينه إنه ما عاد يتسلف من أحد، وسلامتكم. أبو سوسن قل لي، جاكيته حلو. أعطيه الجاكيت يا عامل. أعطيه الجاكيت. تفضل. مشينا يا عيال.